يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. رجعنا لحضراتكم في السادسه، وخليني بس افكر حضراتكم كل متابعينا انه سؤالنا موجود على كل السوشيال ميديا او على صفحاتنا في السوشيال ميديا على تويتر وعلى الفيسبوك زي ما حضراتكم شايفين كده. مطلوب من حضراتكم تشاركونا برايكم فيما يتعلق بالتشكيل الامثل اللي هيواجه او اللي هيلاعب فرقه امبي ان شاء الله يوم الاحد اللي هيمثل النادي الاهلي طبعا. وزي ما قلنا لحضراتكم في بدايه الحلقه في بعض المراكز محسومه. كان في كلام الحقيقه في الفصل كنت بتكلم مع الزملاء، في كلام بيتردد عن موقف مشاركه اجاييه وياسر ابراهيم. احنا عارفين طبعا ياسر ابراهيم بصرف النظر، ولكن انا هجيب لحضراتكم التفاصيل طبعا من مصادر موثوق فيها. كان بيتقال ان هما الاثنين اجاييه وياسر ابراهيم عندهم ايقاف. ياسر كده مش هيلعب مباراه لانه حضراتكم عارفين اصابته هتستغرق يمكن من اسبوعين لثلاث اسابيع ويرجع لنا بالسلامه. ايه موقف اجاييه وايه موقف تمرين فريق النادي الاهلي النهارده؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم. هنروح دلوقتي لمراسلنا من داخل النادي الاهلي شريف شعبان، نعرف اخر التفاصيل الخاصه بفرقه النادي الاهلي وتمرينه النهارده. مساء الخير يا شريف. مساء الخير احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. وبرنامج السادسه زي ما تفضلت وقلت كل اخبار النادي الاهلي خاص وحصريه على شاشه قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي النهارده كان تمرينه بعد راحه 24 ساعه بدا فيه الخامسه والنصف. يمكن الخبر المفرح لكل جماهير النادي الاهلي النهارده مشاركه طبعا اللاعب حمدي فتحي لليوم الثاني على التوالي، ومشاركه ايضا اللاعب محمود وحيد بعد العوده من الاصابه. يمكن الاثنين موجودين فعلا في تمرين النادي الاهلي. احنا كنا مصورين طبعا او كنا متابعين تمرين النادي الاهلي اول نص ساعه، لكن طبعا اداره النادي الاهلي نهوت او اداره الكره في النادي الاهلي في نظام، فلازم بعد مرور نص ساعه طبعا يكون كل الكاميرات خارج ملعب التتش حرصا على سريه وشغل مستر ريني فايرر طبعا، لان الراجل بيشتغل بقاله اربع خمس ايام على مباراه امبي المقبله، فطبعا من حقه جدا ان ما حدش يصور كل اللي بيحصل داخل التمرين. زي ما طمنتك على محمود وحيد وحمدي فتحي، اطمنك على ايمن اشرف. يمكن ايمن اشرف احنا عندنا مشكله في خط الدفاع، ما فيش غير محمود مي متولي، فانا النهارده كان لي لقاء مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، ان قال لي هيعمل له تيست لايمن اشرف قبل التمرين، وهنشوف النهارده فعلا ايمن اشرف يمكن اتعمل له تيست وبدا يجري حوالين الملعب. يمكن الظاهره او الشواهد كلها بتقول باذن الله هيكون باذن الله بنسبه كبيره، مش اكيد ولكن بنسبه كبيره هيكون باذن الله موجود في مباراه امبي يوم الاحد. كابتن سيد عبد الحفيظ معانا وقال اجاييه موجود بالفعل من حقه يشارك في مباراه امبي المقبله حسب الرؤيه الفنيه لمستر طبعا ريني فايرر، لكن ياسر ابراهيم زي ما احنا عارفين عنده اصابه في الكاحل، بتتكلم باذن الله في اسبوع 10 ايام. يمكن بدا الجري الخفيف النهارده في التمرين، فباذن الله يعني السرعه في الشفاء موجوده مع ياسر ابراهيم. باذن الله بنامل ان ما ياخدش مده طويله في العوده مره اخرى. محمد محمود ايضا العايد من رباط صليبي بيجري التمرينات التاهيليه، ويمكن خلاص بتتكلم في اسبوع 10 ايام باذن الله ويكون موجود مع باقي زملائه في التمرينات. حسين الشحات يمكن هو اللي لسه بنتكلم في ثلاث اسابيع باذن الله واقل باذن الله ويكون موجود مع باقي زمايله. شريف خليني اعرف منك لو سمحت، يمكن كان في كلام على موقف اجاييه من المشاركه، وهل في ايقاف قبل التوقف طبعا بسبب فيروس كورونا بالنسبه لاجاييه؟ لانه الحقيقه يمكن زي ما زمايلي حتى اكدوا لي دلوقتي انه كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول انه موقف اجاييه من المشاركه ما فيهوش اي مشكله، وانه يعني اذا كان طبعا رؤيه ريني فايلر مشاركه اجاييه هيشارك في اللقاء عادي جدا. طبعا اجاييه بطمنك، اجاييه موجود بكل قوه في تمرينات النادي الاهلي، ويحق لاجاييه المشاركه مع فريق النادي يوم مع فريق طبعا الاهلي يوم الاحد في مباراه امبي، ولكن طبقا للرؤيه الفنيه لمستر ريني فايرر. تعرف السوشيال ميديا وبعض المواقع بتكتب كلام من وحي الخيال، ولكن بطمنك اجاييه موجود متاح لفايرر لو حب يشركه في اي وقت في المباراه متاح جدا. اجاييه واجاييه من الورقه الرابحه للنادي الاهلي في الفترات الاخيره اذا كان طرف شمال او طبعا بيقوم بدور الفيرود او المهاجم الصريح للنادي الاهلي. ما شاء الله نمسك الخشب ماشي كويس جدا في تمرينات فريق النادي الاهلي. زي ما قلت لك فايلر شغال على التكتيك بتاع المباراه، ويمكن التحفيز الخطط والجمل الفنيه للاعبي النادي الاهلي بقى له اربع خمس ايام ومركز جدا لهذه المواجهه. الستارت بتاع النادي الاهلي ويمكن عمل لهم محاضره قبل بدايه التمرين وحذر فيها من فريق امبي اللي اتفرج على ثلاث اربع مباريات ليه او ملخص لمباريات امبي، حذر من خطوره فريق امبي طبعا معاه مدير فني كبير هو الكابتن حلمي طولان، وقال للعيبه ما نستهترش بهذه المباراه ولازم
لازم الستارت بتاعنا يكون قوي جدا ويبين لكل جماهير النادي الاهلي ان فريق النادي الاهلي اصبح جاهز للعوده مره اخرى علشان كمان يبقى جاهز اكتر لمباراه الوداد في افريقيا باذن الله. نتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي في كل مبارياته الفتره المقبله وبالاخص مباراه الوداد ويتوج طبعا بالنجم التاسعه او باللقب التاسع. زي ما قلت لك النهارده التمرين كان الساعة 5:30، بكرة الصبح هيكون الساعة 9:30 لأن هيكون في مسحة زي البروتوكول الطبي طبقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة طبعا وزارة الصحة والدكتور محمد سلطان. بكرة هيكون في مسحة بعد التمرين اللي هيكون صباحا، وبإذن الله ننتظر النتيجة يوم السبت عشان بإذن الله يكون المسحة بإذن الله تكون إيجابية ويكون اللعيبة كلها متاحة لفايرر عشان يتمرن يوم السبت الساعة 4:30 ويخش من بعدها معسكر ليلة مباراة إنبي اللي نتمنى بإذن الله يكون الفوز حليف في النادي الاهلي فيها. انا معاك يا احمد، لو اي استفسار اي سؤال انا معاك. بشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان من داخل النادي الاهلي. دي كانت الحقيقه اخر التفاصيل الخاصه بتمرين النادي الاهلي، وزي ما قلنا لحضراتكم الحقيقه انه يعني في طبعا احنا بنتكلم على 72 ساعه تقريبا بتفصلنا عن مباراه الاهلي وامبي، وزي ما قلنا لحضراتكم الميران النهارده كان يعني بيغلب عليه حاله تركيز عاليه جدا. نتمنى طبعا انه احنا طبعا حضراتكم عارفين ان الاهلي سابق بكثير جدا في ترتيب الدوري العام، واعتقد انه هتكون فرصه على الاقل لماتشات شهر اغسطس على الرغم ان فيها مواجهات تقيله ومنها مواجهه الزمالك ان شاء الله يوم 22، لكن اعتقد انها تكون فتره اعداد كافيه كمان تدخل لعيبه فورمه ماتشات وتجهزهم ان شاء الله للمباريات الاهم في قبل النهائي ان شاء الله بطوله افريقيا دوري الابطال امام الوداد المغربي. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه في السادسه نستكمل بقيه فقراتنا.